كابتن احمد، لو اتكلمنا عن محمد يوسف، كابتن محمد يوسف تحديدا، المدير الفني البنك الاهلي، هل نقدر نقول انه هو واحد، يعني هو اللي صعب من مهمه الفريق بعدم الفوز النهارده امام البنك الاهلي؟ عايز تقول يعني محمد يوسف صعب الامور على النادي الاهلي في المباراه؟ وجوده كمدير فني للبنك الاهلي؟ لا، هو طبعا اكيد محمد يوسف كان مدرب النادي الاهلي وعارف كل حاجه كبيره وصغيره. لا بس معلش، يعني بصي، الفرق كلها كتاب مفتوح لبعض، يعني اذا كان الكابتن محمد يوسف عارف النادي الاهلي كويس، فالنادي الاهلي عارف كل فرقه كويس جدا، وعارف فرقه البنك الاهلي، واكيد في محاضرات فيديو للعيبه. يعني انا ما بخش مباراه الا عندنا يعني لا دي حقيقه، انا ما بخش العب مباراه الا لما بشوف الفرقه بتاع اللي هلاعبها، وبشوف يعني خلاص الدوري المصري او الدوري عامه على مستوى العالم اللي هو الدرجه الاولى مقري بالظبط كده بشكل كبير. لكن يعني كابتن محمد يوسف النهارده كان عنده هدف واحد، ان هو يخرج ببونت من النادي الاهلي، ما سعاش ان هو ياخد 3 بونت، ما لعبش، ما كانش في نواحي هجوميه مع النادي الاهلي، يعني ما عايز، يعني النهارده كان قافل الخطوط بتاعته بشكل كبير. هنقول نجح عشان النتيجه طلعت تعادل، لكن النادي الاهلي من وجهه نظر لو نجح؟ كان جاب جون، لا ثواني قبل ما ما تروح لوجهه النظر نجح، نجح طبعا، خد بونت من النادي الاهلي، خد بونت، يعني هو يعتبر نجح بدل النهارده. هو طبعا اكيد هو يعني كان بيلعب على النقطه، هو بيلعب على النقطه وخدها، يعني يعني اتفهم قصدي، هو بيلعب زون ديفنس من بدايه المباراه لنهايه المباراه، ما دخلش مع الاهلي في ان هو عايز يهاجم النادي الاهلي او انه يجازف او ان هو يتقدم شويه، ما قسمش المباراه بالنسبه دي، فلسفه ليه هو، والامور ساعدته.